أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها اليوم للوقوف على تداعيات فيضان سد مأرب جراء الأمطار الغزيرة التي تهطل على البلاد. فضى سد مأرب تاريخي شرقي اليمن للمرة الأولى منذ إعادة بنائه قبل 34 عاما إثر سيول جارفة تشهدها المنطقة. وفي تصريح للأناضول قال مدير مشروع سد مأرب أحمد العريفي إن سد مأرب بدأ بالفيضان لأول مرة منذ إعادة بنائه في عام 1986 بعد تجاوز منسوب المياه حاجز 550 مليون متر مكعب، مؤكدا أن الوضع لا يزال مطمئنا رغم بدء فيضان السد. مصادر محلية قالت أن مياه السد مستمرة في التدفق لليوم الثاني على التوالي عبر منافذ الطوارئ، مضيفة أن السيول القادمة إلى سد مأرب تسببت في وقوع أضرار مادية بالمنازل والمزارع بمديرية الوادي بمحافظة مأرب شرقي البلاد. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: تداعيات فيضان السد والأضرار الناجمة عنه، وهل هناك مخاطر حقيقية على السد في حال استمرت السيول في التدفق إليه. قبل أن نبدأ باستقبال ضيوف هذه الحلقة نذهب لمتابعة التقرير التالي للزميل ماهر أبو المجد. موسم أمطار هو الأغزر منذ سنوات، كانت نتيجته سيولا اجتاحت العديد من المناطق ودمرت الكثير من الممتلكات العامة وراح ضحيتها العشرات في ظل غياب لأي دور مساند من قبل الحكومة أو التحالف. ونتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت على العديد من المحافظات وخصوصا المرتفعات الغربية، فاض سد مأرب التاريخي للمرة الأولى منذ إعادة بنائه قبل 34 عاما. مدير مشروع سد مأرب أحمد العريفي قال لوكالة الأناضول إن سد مأرب بدأ بالفيضان لأول مرة منذ إعادة بنائه في عام 1986 بعد تجاوز منسوب المياه حاجز 550 مليون متر مكعب. فيضان السد ولد الهلع في أوساط المواطنين خشية انهياره إذا ما استمرت السيول في التدفق إليه، إلا أن مدير المشروع أكد أن الوضع لا يزال مطمئنا رغم بدء فيضان السد. مصادر محلية قالت إن مياه السد مستمرة في التدفق لليوم الثاني على التوالي عبر منافذ الطوارئ، مضيفة أن السيول القادمة من سد مأرب تسببت في وقوع أضرار مادية بالمنازل والمزارع بمديرية الوادي بمحافظة مأرب شرق البلاد. ويعود تاريخ سد مأرب إلى القرن الثامن قبل الميلاد، إذ تعرض طوال تاريخه لعدة انهيارات فيما أعيد بناؤه في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا من مأرب مدير مشروع سد مأرب سيد أحمد العريفي، وأيضا ينضم إلينا وكيل المحافظة محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله الباكري. مرحبا بكم، وأبدأ بك سيد أحمد العريفي، لو تعطينا تفصيل عن وضع السد حاليا ومنسوب المياه فيه. وضع السد الحمد لله السنة هذه جاء خيرة وجاء أمطار كثيرة، ووصل السد إلى مستوى التشغيل الأعلى، حيث وصلت المياه أكثر من 400 مليون، وبدأ المفيض اللي يشتغل له 3 أيام، والقناة والفتح البوابة برضو مفتوحة، والحمد لله الأمور طيبة على حسب ما عملت فيه الدراسات السابقة ونفذ على ضوء المشروع، فالحمد لله ما فيش مشاكل بالنسبة لوضع السد بالذات، يعني ما فيش مشاكل ولا في خطورة ولا في أي شيء، لأن أي مياه زائدة تجي عن سعته التشغيلية تتصرف من المفيد. نعم سيد أحمد، إذن الفيضان الذي حصل للسد هو بالوضع الطبيعي بالحد الطبيعي، وإذن لماذا كان هنالك أضرار في بعض المزارع والنازحين؟ الفيضان لا مش في الوضع الطبيعي، الفيضان كان عالي جدا السنة هذه، ولكن وضع السد هو الوضع الطبيعي، الوضع التشغيلي إذا جاء فيضان عالي يشتغل المفيض، والمفيض أول مرة منذ إنشاء سد مأرب لم يشتغل إلا السنة هذه إلا الموسم هذا،
نعم. كان خلال الموسم الأول لم يقرب خالص، يعني لم يقرب على الإطلاق، لأن كانت السنوات الصغيرة في المياه ما توصلش إلى ربع المتوسط السنوي اللي من المفروض أن نوصل له، لكن السنة هذه وصل أكثر من المتوسط السنوي بكثير جدا، يعني أضعاف نعم. أضعاف المتوسط. إذن سيد أحمد، بعد أن وصلت نسبة المياه الموجودة في السد إلى النسبة التي تحدث عليها الآن، هل تشكل خطورة عليه؟ لا حد الآن، هي على هذا بني السد على أساس أن يستقبل هذه السيول، ولكن إلى قدرة الله ما حد يعني قدر يقول ما حد يقدر، لكن لحد الآن السد آمن جدا، لكن قدرة الله ما حد يقدر يقول والله إن إذا كانت توصل لك في يومين 200 مليون متر مكعب، فهذه يعني كمية هائلة جدا، ولكن السد يستوعبها يعني. الحمد لله مصمم على أنه يستوعب الكمية هذه العالية يعني. نعم، إذن سيد أحمد تفضل بالبقاء معي، سأعود إليك للتحدث عن آخر مرة تم صيانة السد وعن حالته الفنية. نعود إليك أو ننتقل إلى وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبد الله الباكري. مرحبا بك سيد عبد الله، أنتم في السلطة المحلية، كيف تتابعون أخبار السد وتدفق السيول منه؟ يا مرحبا، كل عام وأنتم بخير. طبعا أنتم شاهدتم من يومين الأخ المحافظ الوسطى لنادى قام بزيارة السد وتفقد السد والقنوات والأمور مطمنة كما شرح لك الأخ المهندس المشروع. نعم. الأخ أحمد المهندس أحمد العريفي شارك في بناء السد مع الشركة الدوغوش التركية عبر وزارة الزراعة، وطبعا هنا رحم الله الشيخ زايد شيخ العرب في الذي مول وكان له سبب في إعادة بناء سد مارب، فالأمور مطمنة جدا، والسلطة المحلية تبذل جهد كبير، وما حصل من أضرار من بعض النازحين البحيرة طبعا فيه الأخوة النازحين كانوا سكان فيها، فبفضل زيادة المياه تضرروا، بالرغم من هناك انذارات وجهت لهم قبل ذلك، وخصوصا في بالقرب من البحيره وقرب من الروضه ومن المناطق الذي مجاوره للسد. نعم. سيد عبد الله، ماذا عن المتضررين من السيول بوادي القامة، كيف تم التعامل معهم؟ هل قامت السلطه ب إيجاد مكان بديل للنازحين الذين تضرروا من المياه الفائضة من السد؟ بالطبع التوجيه تكليف من الأخ المحافظ لإدارة الوحدة التنفيذية للنازحين، يوم أمس كان هناك فريق أو لجان متخصصة خصوصا في منطقة الروضة ومنطقة المفيض وحيث تواجد النازحين، وطبعا كان هناك فيه طريق مسدود تم فتحه وتيسير وسائل المواصلات، هناك جهود تبذل حقيقة من السلطة المحلية بقيادة الأخ المحافظ وكذا الأخوة في الوحدة التنفيذية للنازحين. وهل تلقيتم أي دعم من الحكومة أو من التحالف؟ لا يوجد أي دعم، هو كله بدعم من السلطة المحلية حتى الآن. وهل لديكم الإمكانيات في حال حدوث أو تكرر الأمر؟ الذي نحن نؤكد عليه أنه يجتنبوا من السكان الذي بجوار السد عليهم أن يرتفعوا. هناك أضرار في الوادي، مزارع بعض المزارع قرفت بسبب المفيض هذا المتنفس للسد المنساح يسموه الذي في حديرجان نزلت سيول، فتعرضت بعض المزارع في الوادي البقيعه وجهه مارب الوادي، ولكن الحمد لله الامور طيبه ومسيطر عليها، فالدعم لابد انه المنظمات الدوليه تحمل مسؤوليتها التي في مارب، لابد تحمل مسؤوليتها في دعم المتضررين من السيول والفيضانات.
نعم، إذن سأعود إليك سيد عبد الله. عودة إليك سيد أحمد العريفي. مع استمرار الأمطار الغزيرة في البلاد واستمرار بالتالي تدفق السيول إلى السد، هل هنالك لديكم أي خطط عمل للطوارئ أو في حين ازداد منسوب المياه وتكرر فيضان السد؟ احنا بالنسبة لنا طبعا السد يستوعب عدو لحد يعني 280 مليون والمفيش شغال يعني اذا جاء المفيش يشتغل بالطاقة التصريفية 5000 متر و 20 متر مكعب، فطاقته التصريفية عالية جدا. وبنفس الوقت استيعاب السد عدو بيستوعب 280 مليون، فعندنا ما يعني السد صبنا على الطوفان يعني على الامان في ناحية امانه، فما فيش مشكله بالنسبه لنا يعني يعني اننا نعمل اي يعني اي شيء غير اللي الخطوات التشغيليه والتصميميه اللي نفذها اللي عندنا يعني. فالحمد لله الامر الى حد الان يعني ما فيش مشكله خالص. نعم، وكيف هي حاله السد من الناحيه الفنيه؟ متى تم عمل صيانه للسد اخر مره؟ أنا لحد الآن الملاحظ إن أنا طبعاً تابع الأجهزة اللي موجودة عندي واللي أقدر أشتغل عليها، فلحد الآن لم ألاحظ أي، طبعاً أنا مختص إني أخذ البيانات هذه من الثمانينات إلى اليوم يعني أعرفها، فلم ألاحظ أي تغيير أو أي مشكلة أو أي حاجة يعني خارج عن المألوف. وبرضه نتابع نستمر لانه ربما يعني يحدث لك حاجه وانت مش عارف، لكن لحد الان الامور الحمد لله كلش يعني ما فيش مشكله يعني. وما هي رسالتك للمواطنين، للسلطات المحليه، لكي يتم التجهيز في حال لا قدر الله حصل شيء؟ لا، لو انا يعني رسالتي للمواطنين انهم في مجال سيولهم يعرفوها تماما، فانهم يبتعدوا عن يعني ابيوس يعني يبتعدوا عن مجال السيول، خاصه انهم اللي حاليا في مجال السيول، فهذا ما يعني من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا اضطر من السيل يعني مثل يعني بحل شريف يعني، فانا اريدهم ان يبتعدوا عن مجال السيول، هذه اللي رسالتي للمواطنين. رسالتي للسلطه المحليه ان ايش ان شاء يعني ان شاء الله توفر الامكانيات ونعمل الصيانه الدوليه اللي هي مطلوبه إن شاء الله يعني. نعم، إذا السيد أحمد العريفي مدير مشروع سد مأرب كنت معي من محافظة مأرب، شكرا جزيلا لك سيد أحمد. عودة أخيرة إليك سيد عبد الله البكري. إذا لعلك استمعت لحديث السيد أحمد، كان حديث مطمئن. أنتم في السلطة المحلية، ما هي الإجراءات التي ستقومون بها خلال الفترة القادمة، خاصة لأولئك الذين تقبع منازلهم في مجري السيول أو مخيمات النازحين؟ وأيضا رسالة تود أن توجهها، ورسالة تحذيرية للمواطنين. هي احنا نطمن الجميع انه طبعا السد بني على اسس تدنيه ومهنيه وفنيه عالميه وشركات عالميه اشرفت على بنائه اوروبيه، فالذي نوجه ونريد ناكد عليه ان الاخوه المواطنين يبتعدوا عن مجاري السيول سواء سد مارب او غيره، لانه السيل ما يترك مجراه حتى ولو بقي 100 سنه او 50 سنه سيظل. احنا بالنسبه لنا في الصدق بدا في شهر القرارات الاستفاده من هذه البيئه الكبيره من المياه تغير الاراضي الزراعيه و ايضا بالنسبه النازحين حقيقة اللجان تعمل حاليا في الميدان حصر التدبير المواد الغذائية والإيوائية، العمل جاهز جهود وجهات السلطة المحلية وجهود ذاتية، لكن نحن نؤكد هنا ونناشد المنظمات الدولية أن تعمل وأن تقدم يد العون للنازحين ومن خلالكم أيضا. تناشدهم بماذا؟ ما الأشياء التي تحتاجونها في السلطة المحلية؟ ما الذي أنتم بحاجة إليه في الدعم؟ البعض فقد بيته مسكنه خيمه، والذي فقد أشياء، والذي فقد أثاث، طبعا ضمرت بعض بيوتهم المياه،
فبحاجة إلى مأوى، بحاجة إلى أيضا إلى اهتمام كبير حقيقة. نحن في السلطة المحلية بنقدم خدمات، وصلنا لهم الكهرباء، المياه موجودة، التعليم الحمد لله. لا بد أن نشارك المنظمات أيضا في إيجاد مدارس مؤقتة، مخيمات النازحين. احنا بحاجة إلى فصول دراسية إضافية، التعليم هو الأساس. نعم، رسالتكم إذن للحكومة وأيضا للمنظمات حتى يتم دعمكم لتكونون لتكون السلطة المحلية جاهزة لأي طارئ. رسالة عاجلة، تقديم كل الإمكانيات للتغلب على أضرار السيول وتقديم العون للأخوة النازحين، سواء في المأوى أو في الدواء أو في الغذاء أو التعليم أو الكهرباء، ولابد من تعاون الجميع، تضافر الجهود حقيقة، ونعول على الجانب الحكومي ثم المنظمات الحكومية، المنظمات الدولية والأهلية. نعم، إذن عبد الله الباكري وكيل المحافظة للشؤون الإدارية، شكرا جزيلا لك، كنت معي من مأرب. الآن ينضم إلينا من عدن الصحفي يحيى الحطامي أو محمد الحطامي، عبد الحفيظ الحطامي. مرحبا بك سيد عبد الحفيظ. مساء النور يا أختي الكريمة، أهلا وسهلا بك. إذا استمعنا لحديث من السيد أحمد العريفي مدير مشروع سد مأرب، وأيضا من الوكيل، كانوا يتكلمون بلغة يعني كبيرة من بحيث الإطمئنان، يطمنون أن السد بحالة جيدة وأن ما حصل من فيضان هو بالمنسوبة أو بالوضع الطبيعي. أنت كصحفي متابع للأوضاع. نعم أختي الكريمة، طبعا الجميع أعتقد أنهم يجمعون بأن ارتفاع منسوب سد مأرب العظيم او بحيرة سد مأرب العظيم ان صح التعبير هذا العام تختلف عن ربما لاكثر من 100 عام سابقة، من خلال العملية المياه المتدفقة الى بحيرة سد مأرب، وبالتالي طبعا المياه وصلت الى مناطق في اسفل جبال صرواح، وصلت الى البلق، وصلت الى مناطق، ولاول مره تتدفق المياه من اتجاه منطقه الروضه الى سد مأرب. هناك صحيح هناك تطمينات من قبل قياده السلطه المحليه ومن قبل ايضا فنيين ومهندسين في اداره سد مأرب، لكن طبعا تبقى التخوفات قائمه بحسب الكثير من الخبراء، خاصه وان الاجواء لا تزال مهيئه لهطول امطار غزيره في المناطق التي تتدفق منها المياه كمحافظة صنعاء ودمار والبيضاء ومأرب والجوف وغيرها من المناطق التي عادة ما تتدفق السيول إلى سد مأرب، وبالتالي هناك طبعا مخاوف من استمرار هطول الأمطار، لأنه أيضا ليست فقط يعني مياه سد مأرب، ولكن أيضا السيول المتدفقة نتيجة هذه الأمطار التي تضرر منها الكثير من النازحين في مناطق الجفينة وأيضا في مناطق البلق وغيرها من المخيمات التابعة لمحافظة صنعاء أو التابعة لمحافظة الحديدة أو للنازحين من معظم محافظات الجمهورية. وبالتالي في اعتقادي بأن السلطة المحلية بقيادة يعني تقوم ميدانيا بالزيارة بشكل يومي، هناك متابعة لهذا الموضوع، وبحسب التقارير تتحدث بأن لم يصل حتى هذه اللحظة سد مأرب إلى درجة الانتلاء والفيضان، لكن في اعتقادي إذا ما استمر هطول الأمطار بحسب الكثير من المهندسين لأيام ربما تسبب مشكلة حقيقية ومروعة بالنسبة للسكان، لكن حتى هذه اللحظة توجد تطمينات من قبل السلطة المحلية والجهات المعنية، وخاصة للمناطق السكنية التي بنيت خلال 4 أو 5 سنوات الماضية جراء النزوح الكبير للسكان من النازحين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي باتجاه محافظة مأرب. هناك أشبه بالمدن التي تشكلت في الضفاف مدينة مأرب من مختلف الجهات، وبالتالي في اعتقادي بأن استمرار هطول الأمطار قد يضاعف من معاناة السكان، وهي دعوة نوجهها للمنظمات الإنسانية والمنظمات المعنية بقضية الإنقاذ فيما يتعلق بالكوارث الإنسانية، يعني مساعدة والمساهمة في التخفيف من معاناة المتضررين في هذه الأحياء السكنية المنكوبة.
نعم، إذن صحفي عبد الحفيظ الحطامي كنت معي من عدن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر ضيوفي أحمد العرفي مدير مشروع سد مأرب كان معي من مأرب، مع وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبد الله الباكري، والصحفي عبد الحفيظ الحطامي. شكرا لكم على حسن المتابعة، والشكر لزميلي معد الحلقة الزميل ماهر أبو المجد. إلى اللقاء في حلقة قادمة، في أمان الله.